يعد مهرجان والو الثقافي أحد أكثر مهرجانات تميزا في موريتانيا، وينظم كل سنتين بمدينة روسو. وقد عقدت هذا العام النسخة الثالثة من المهرجان برئاية رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد أولوشيغ الغزواني تحت الشعار والو ملتقى الحضارات والاقتصاد والتواصل الاجتماعي. واستمر المهرجان بملعب رمضان بمدينة روسو مدة 3 أيام بمشاركة جميع أعراق المجتمع الموريتاني العربي والإفريقي باختلاف عاداتهم ولغاتهم، وهو رسالة تعكس وحدة وتنوع الشعب الموريتاني. ويتضمن المهرجان عروضا للتراث الشعبي لكل منطقة وعاداتها، ومسرحيات وألعابا فولكلورية، ومعرضا للمنتجات التقليدية. واستمد المهرجان تسميته والو من اسم مملكة في جنوب البلاد كان اسمها مملكة والو، وهي كلمة باللغة الولفية. عرفت تلك المملكة بمقاومتها للغزاة والمحتلين الفرنسيين، وبات رجالها ونساؤها رمزا للمقاومة الوطنية، كما ساهموا في بناء الدولة الموريتانية، وكان لهم دور حميد في تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي والديني رغم اختلاف أعراقها. وافتتح المهرجان بكلمة ألقاها سيد يحيى الأحمد المكلف بمهمة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أمام الجمهور، ذكر فيها أن المهرجان يشكل لبنة صلبة وقوية يضعها المنظمون في بناء اللحمة الوطنية. أيتها السيدات أيها السادة، إن تنظيم مهرجان كهذا يشكل لبنة قوية يضعها المنظمون في بناء اللحمة الوطنية، وذلك تحت شعار الهدف المنشود، وهو الحفاظ على وحدة الوطن بعيدا عن الدعوة إلى المساس به. أيها الجمع الكريم، لقد كلفني معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لأنقل لكم استعداده واستعداد القطاع لمواكبتكم ودعمكم في هذا النوع من المهرجانات المحترمة التي تميز القيم وتعزز اللحمة والمكاسب التي تحققت في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وبمواكبة من حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود. من جهته عبر عمدة بلدية روسو بمبا أولودرامان عن سعادة سكان البلدية وفخرهم باحتضان مدينتهم لهذا النشاط الذي يترجم إحساس سكانها بالوطنية والعمل على تعزيز مكتسباتها. السيد المستشار المكلف مهمة، كنت أختار نأكد على أن هذا المهرجان مهرجان مهم بالنسبة لساكنة ترارزة تمام كاملة، ووالو عندها معنى عند نحن هون اللي هي تلاقى الحضارات، وهي اللي تعبر عن اللي يشملنا واللي يجمعنا في ترارزة كاملة. ما لي تشتد اخبار حد اليوم، ولا لي تشتد اخبار اي نبأ، ما هو جامعنا كاملين وكلنا جابر في راسه. اذا روسو اليوم فخوره بانها تحتضن هذا المهرجان، وتتمنى له النجاح، وترحب بجميع المشاركين فيه، وخاصه لجنه التنظيم ورئيسها اللي هو اللي قائم عليه. بدوره قال رئيس الجمعيه الوطنيه لترقيه اللغه الولفيه سيد حسن جي الذي يتولى رئاسة المهرجان، إن الوحدة الوطنية وروح التآخي والمحبة بين جميع مكونات الشعب الموريتاني، ولا سيما في منطقة الضفة، يشكل دعامة قوية وتعطي صورة واضحة للتماسك الشعب الموريتاني رغم تعدد أعراقها واختلاف اللهجات. قلت عن ترانزا معروفين بتماسك، ما هون بيلاني ولا كوري، هون لا موريتاني، من يعني تعتبر هون بيلاني خبر هو في كلام ولف من كلام البيلاني، وتعتبر ولف خبر هو كلام البيلاني من كلام ولف، وهذا شيء قديم خلاه وهذا بوات وجدوا وذاك يظهر في وجود ذيك الساعة وزواج اللي خلق بين أمير ترازة محمد الحبيب واللي قال والو جنب بوجه ذيك الساعة صار قال عن ما ولا يجي في روسهم
بالزواج من تخلب ويجبروا فيها راجل لا يعود امير في الترازه ويعود براك فوالا ما نعرف ما تنكد دايق بين البيضان والكوع وهم الاول كان يختار تم يعدلوا ياك يستعمرونا كوموندي ديفيزي بور رينيا وهذا الترازه اباو وعدلوا هذه جمع هذا التجمع وهذا خلق وعاد باطل رحمه في الترازه كامل وعاد سلام في الترازه كامل وعاد سلام بين الكوار والبيضان هذا هو اللي نعرفه وذاك بينا نختاروا الجسر لا يخلق في القوارب يعود يسمى على علي ومحمد الحبيب بيلي هو رمز تماسك بين الشعوب رمز تماسك بين البيضان والكوار وهذا هو موريتانيا. وتميز افتتاح المهرجان بأرض التراث الثقافي والعروض الموسيقية ورقص النساء والغناء على أصوات الطبول. وفي اليوم الثاني من المهرجان قدم المؤرخان سيد مودو جي وأمادو جاوباخاو محاضرات عن تاريخ والو الأصيل والدور الذي لعبت والو في مواجهة الاستعمار والمستعمرين أنذاك والعلاقة التي كانت تربط والو بإمارة الترارزة من خلال زواج أمير الترارزة محمد حبيب بأميرة والو جنبنبوج. وفي جانب الاقتصادي فقد ألقى السفير والخبير الاقتصادي السيد سامباتشام محاضرة تحدث فيها عن تطورات مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال والدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المشروع الهام على مستوى تعزيز الاقتصاد الموريتاني بشكل عام ومدينة روسو بشكل خاص. ومن جهة أخرى لخصت سيدة ياسين بود رئيسة جمعية النساء والو جيجين جيفسو قليكو خطواتهن للمساهمة في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للنساء والو من خلال إنشاء بنك للتمويلات الصغيرة لدعمهن وتحسين حياتهن وتأمين مستوياتهن المعيشية وخلق فرص عمل وذلك من خلال معالجة العوائق والاستفادة من الفرص المتعلقة بالتمويل. وتواصلت السهرات الليلية اليوم الثالث من المهرجان بصعود مجموعة من الفرق المسرحية التقليدية من مختلف القرى والو عارضة مسرحياتها التقليدية أمام الجمهور على إيقاء النغمات التقليدية للموسيقى الولفية والموسيقى الحسانية مع إناق فني بين الموسيقى البولارية وموسيقى الراب. وقد ألهبت باقات الأغاني التي أدتها الفرق الفنية تفاعل الجمهور الحاضر وأوقدت فيه شذوة الحماسة. ويعد سباق الزوارق ورقص الخيول أحداثا جانبية على هامش متن فعاليات مهرجان والو حيث احتضن شاطئ النهر منافسات تبارى في مضمارها المشاركون للتنافس على مراتب السباقات الغوص والركض على وقع أزف الموسيقى والقرء الطبول وفي الهواء الطلق. وتتضمن فقرات المهرجان أيضا معرضا للأطعمة والأشربة التقليدية ونقطة للاستشارات الطبية المجانية. وفي ختام الفعالية المشهودة تلا رئيس جمعية ترقية اللغة الولفية في موريتانيا سيد حسن جي خطابا تحدث فيه للجمهور عن أهمية الموروث التقليدي والتراث التاريخي لمنطقة والو داعيا إلى المحافظة عليه والتمسك بوحدة الشعب الموريتاني الحبيب. عندما يخرجنا مد تعاونت وعد واحد وقلوبها صافي دور الله يعود يتقدم مد صح قلوبها ما وصافي والنفاق مازال فيه والدنيا مقدمة على كل شيء ما ولا يجبر الدنيا ولا يجبر الآخر وياك من ياك صن عود موريتاني يتقدم نتمسكوا بذل خلاونا جدودنا هو حب الوطن حب الإيمان ومشي على ذاك اللي يدور مولانا ورسوله وراني شاكرينكم كاملين وابدع شكري على رئيس الجمهوري بذل عدل من في هذه المهرجان اللي ما قد خلق لنا وشاكر انه حتى وشاكر والو كامل وشاكر الأطر كامل وشاكر وزير اللي معنى بالثقافة اللي هو اللي كان قاعد في البداية ما قبلنا ما لا يخلق يا وقبلها لنا إلى أن إن شاء الله إذا كامل حدنا وهالقوارب خاصة المولي شاكرينهم العمدة والنواب اللي هون والوالي والناس كامل اللي هون يشتغلوا هون في القوارب إدارة الأمن رئيس الجهة ترازة ما حد ما ناسي حد شاكرين كاملين على الوقوف اللي وقفوا معنا
إذن جبرنا مثل جبرنا الحمد لله وشاكر لكم كاملين يرقد بفلوس.